حماية الإنسان يا نسمة دي من أهم الأمور، ويمكن ما فيش دولة أصلا بتتكلم في تطور إلا لما بتبقى مع هذا التطور اللي على الأرض. لازم يكون في طبعا تطور للإنسان، فأنتوا بتعملوا حاجة بتخدموا بيها أصلا الدولة، يعني ده شيء محترم جدا. الحاجة التانية بقى، عشان إحنا عايزين نستغل وجودك معانا على قد ما نقدر، لأن أنتوا بتعملوا بصراحة فعاليات كتيرة جدا، وبتروحوا لحاجات يمكن البعض يقول لك دي أبعادها إيه دي، أو تفيد إزاي. زي بالظبط ما كلمنا عن معرض تراثنا، وسيادة الوزيرة كانت كمان حاضرة، ولما اجي كده ابص اقول طب هو المعرض ده هيفيد ازاي؟ هيفيد ان انت بتعرف المرأة او بتعرف الفتاة الصغيرة، بتعرف المصريين عن تراثهم، يعني بترجعهم كده تاني بالذاكرة، اللي نسي من طبعا. ايام الدراسة، اللي مش عارف، اللي عايز بعد كده يشتغل في مجال ليه علاقة بالسياحة، ليه علاقة تمام. بالاجانب، كل ده بيفيد. فيعني كلمينا اكتر عن المعرض ده، معرض انا عجبني تراثنا جدا. بقى هي دايما سياسة النادي الأهلي بتتماشى مع سياسة الدولة حقيقي، يعني أي حاجة بتلاقيها لها صدى احنا على طول يلا نشوف برافو نتجه عليكم نفس فعلا. الاتجاه. فمعرض تراثنا ده انا مش كل حاجه عاوزه اقول لك هي احلى من اللي قبلها، يعني كل حاجه بفتكرها كفايه الباشن اللي انت تتكلمي يعني. بيه والله. معرض تراثنا ده كان اول ما طبعا عرفنا ان في المعرض هيقام، احنا قبليها كان معرض البازار، بازارنا ده، ورحنا معرض تراثنا تم الاعلان عنه تمام. النادي بدايه من ازاي هنروح، وفر باصز على اعلى مستوى حقيقي فعلا، ميه، عصير، مواعيد محدده، حد معانا، احنا نفسنا بننظم، يعني لجنه المراه دايما بتحرص على يكون في تنظيم داخلي داخل المجموعه وخارجها، ان احنا ازاي هننظم ما بيننا، وازاي لما نطلع المكان ده هنكون بالشكل اللائق يعني. فروحنا معرض بازارنا تراثنا، اول ما دخلنا الناس اصلا من واحنا نازلين الباصز النادي الاهلي، ففي ترحيب، احنا شايفين زي النجوم لسه ما بقى، عملناش حاجه، احنا بس بننتمي للنادي يعني زي الاهلي. النجوم بقى، النادي الاهلي معانا العالم بقى، الناس يعني انتبهت اتصيدتوا في المكان جدا بقى، الناس انتبهت بقى النادي الاهلي ده، كل عاوز يتصور وعاوز يصورنا. احنا دخلنا لقينا في استقبال المجموعه السيده نيفين جامع، السيده المصريه الجميله الاصيله، النموذج المشرف فعلا لكل سيده مصريه في استقبالنا، ورحبت جدا باستاذه انهار. طبعا استاذه انهار جميله وشخصيه مرحه ومحبوبه من الجميع بصراحه، صحيح. فرحبت بيها جامد وقالت لها، فاستاذه انهار قالت لها احنا لجنه المراه، طبعا اتبسط جدا ان مجموعه كبيره وبس، هي زي ما قلت لك عائله الاهلي، هي ما كانتش مقتصره على المراه بس، كان في ازواج وكان في شباب وكان في اطفال معانا، فكانت يعني احنا دخلنا بقى حسيت ان المعرض هو اشبه بالمتحف. انا مش بتفرج، انا مش داخله معرض ده، انا دخلت عندي انبهار بالمشروعات الموجوده، بالاعمال اليدويه، بالكروشيه، كلها ليها باك جراوند او كونكشن مع التراث المصري الاصيل فعلا، اللي احنا كلنا لازم نعرفه ونحافظ عليه في نفس الوقت. احنا دخلنا حاسين ان احنا في حاله انبهار حقيقي بجد، كل حاجه بنقف عندها ونشوفها وازاي اتعملت، هاند ميد، هاند ميد كله. وبالمناسبه هي مش زي الحاجات الموجوده في الاسواق بامانه، يعني هي الحاجات موجوده سبيشال جدا، قد ايه الحرف جميله، قد ايه صنعتها مميزه، وكل حد عامل حاجه هو بيكلمك عليها كانها حته من قلبه، كانها ابنه، بيقول لك بصي انا عملت دي بخامه كذا، ابتدينا نعرف خامات احنا ما كناش يعني واعيين ليها شويه. كان معانا بنات اغلب البنات معانا اشتروا حاجات لجهازهم من هناك. السيده نيفين جامعه وجهت الشكر جدا لكابتن الخطيب على حرصه ان حاجات زي كده تطلع من النادي، اصل النادي ده جزء من المجتمع. او هو النادي قال يعني عاوز اقول المجتمع كله. فهو ازاي بيحرص على حاجه زي كده، بتنمي بقى الوعي عند الشباب. ولو انا عندي انا كسيده او ربه منزل مثلا بعرف اعمل حاجه، ليه ما انميهاش؟ وليه ما اعملها واكبرها واطلع في معرض زي ده؟ انتوا الحقيقه عاملين شغل محترم جدا جدا جدا، بتهتموا من خلاله بكل ما يتعلق بالانسانيه وبالتنميه البشريه، يعني اكيد ابتداء من كابتن محمود الخطيب، مرورا طبعا بكل حضراتكم كل القائمين على لجنه المراه، واكيد اللجنه العليا للجان، أكيد. يعني كلكم تستحقوا الثناء والشكر والتقدير يعني، وان شاء الله موفقين في كل اللي جاي.